اوه، انا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل احترامي. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو برضو فيلم من افلام عيد الفطر اللي هتنزل السنه دي، وهو فيلم شقه، وهو الفيلم الثالث اللي معانا في عيد الفطر السنة دي. عندنا كده ثلاث أفلام هتنزل في العيد، الله أعلم في أفلام تانية هتنزل ولا لأ، بس لحد دلوقتي مفيش أي تريلرز تانية نزلت غير ثلاث أفلام، واثنين منهم عملنا لهم تريلر رياكشن. واحد كان اللي هو فاصل من اللحظات اللذيذة، والتاني اللي لسه عاملينه تريلر رياكشن من شوية والحلقة بتاعته اوريدي نزلت، اللي هو فيلم على الماشي بتاع علي ربيع. والحلقة الثالثة معانا فيلم شقه، وده فيلم العيد اللي هينزل، وهو من اخراج من تأليف حسام صبري ومن اخراج كريم السبكي. كريم السبكي اللي كان عمل قبل كده فيلم الديزل، وكان عامل قبل كده من قلب الاسد ومن ظهر راجل. والبطولة معانا في فيلم شقه عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، امينة خليل، عباس ابو الحسن، ويسرى. انا مستغرب من نوعية الفيلم ده قبل حتى ما اشوف التريلر بتاعه، بس عندي احساس يعني، واحساسي دايما ما يخيبش، ان الفيلم ده هيكون غالبا most probably بنسبة 80 أو 90%، غالبا most probably هيكون اعلى ايرادات السنة دي في افلام عيد الفطر، لو التلات افلام دول هيكونوا هما اللي نازلين، سواء شقه او فاصل من اللحظات اللذيذة او فيلم على الماشي، لان ما نعرفش اذا كان في افلام تانية هتنزل ولا لا. مفيش اي حاجة اعلنت تانية غير الثلاث افلام دول، فالله اعلم، لان كنا عاملين الفيديو بتاعنا بتاع افلام العيد، وكنا قلنا ان في كذا فيلم كان المفروض ان هو هينزل. فيلم كان فيه فيلم الهيفاء وهبي كان المفروض ينزل، فيلم لاحمد الفيشاوي كان المفروض ينزل، وكان فيه فيلم تاني لاحمد السعداني كان المفروض ينزل، وعلى ما كان فيه فيلم كمان لاحمد عز كان المفروض ينزل، هو فريق الموت ولا فرقه الموت، ده كان المفروض برضو ينزل. كل ده برضو لسه لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار خالص عن الافلام دي. وبعد كده قالوا المفروض ان هو فيلم السرب كان المفروض ان هو هينزل السنه دي، وبعد كده في كلام قالك ان هو غالبا هينزل في عيد الاضحى، فلسه ما فيش اي استقرار خالص على موضوع الافلام التانية اللي احنا اتكلمنا عنها. بس غالبا most probably دول التلات افلام اللي هينزلوا خلاص for sure 100% في العيد، وممكن ممكن ممكن فيلم كمان ينزل في العيد، فيلم تاني وخلاص على كده يعني، اخرهم هيبقى تلات افلام او اربع افلام. بس غالبا دايما افلام عيد الفطر على فكرة بترسي على تلات افلام، ده الكومن يعني، ده الشائع اللي دايما بيبقى موجود في افلام العيد الفطر، بيبقى تلات افلام، وافلام العيد الاضحى دايما بتبقى اربع افلام يعني. فموست بروبلي التلات افلام دول هم اللي هيكونوا خلاص في العيد الفطر اللي جاي، وما اعتقدش ان هيبقى في فيلم تاني، ما اعتقدش لحد دلوقتي. احنا لسه فاضل 10 ايام على انتهاء موسم رمضان، ومش عارف اذا كان ممكن فيلم تاني ينزل ولا لا، ممكن فيلم تاني يفاجئنا، الله اعلم. بس طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوف معاكم لاول مره فيلم شقه، ويلا بينا. توصل بالسلامة زي. طب والعدة ايه؟ ايفون؟ وقطع شحن. طول بحسها حية من طائرات التفليل، ما هياش عارفة ان طول ما الشقه بيطلع. واسمعين ده يعني، اسمعين يا سين، مفيش غيره في الامم اللي يعرف يخلص. هلا هتكسر لي دماغي. شغال ولاع، انت بتقبل كل كام سجارة بقى؟ جاي لك عشان اسلم لك العيال. بينادي على زميله ويقول له يا شقه. حلو ده. ايمي تقل تقطع في لحمك عشانها. انت عندك يا جابة. تموت يا شيخ يا بابا. فاكر نفسه بيضا النار. انا مش حفرتك صح. طبعا ديفينتلي ده هيكون اعلى ايرادات في عيد الفطر السنه دي في 2024، وده هاندز داون، ده بكل تاكيد انا متاكد يعني. توقعي لعيد الفطر السنه دي في الايرادات ده هيكون اعلى فيلم ايرادات، وبعد كده ممكن يبقى فاصل من اللحظات اللذيذه، وبعد كده ممكن فيلم علي ربيع في المركز الثالث، الا اذا ممكن يحصل حاجه
مختلفة السنة دي، ودي حاجة بصراحة تبقى حاجة جامدة قوي يعني. بس توقعي ان ده هيكون على ايراداته، الفيلم ده ممكن بالمية تجيب له مش اقل من 20-30 مليون مثلا يعني، مش اقل من كده. وطبعا كلنا عارفين ليه، بس يعني انا كان عندي تعقيب على حاجة. انا بقيت ازهق من نوعية الافلام دي، لان خلاص يعني الافلام دي بحسها بقت اوفر شوية، بقت بتيجي كتير قوي في التلفزيون كمسلسلات. عندنا مسلسل العتاولة السنة دي اخد نفس الجانر بتاع الافلام اللي فيها يعني بلطجة والكلام ده كله، بس ده بلطجة امريكاني شوية يعني، وفي السينما وبتاع. فبقيت بحس ان الناس ذوقها عامة في المطلق بقت ترجع تاني لحبها للافلام دي يعني، ما اعرفش ليه يعني بصراحة يعني، سواء في التلفزيون او سواء في الافلام. فانا ما اعرفش يعني، ما اعتقدش ان ده هيبقى احسن فيلم موجود، بس ده اكتر فيلم انا متأكد 1000000% ده هيجيب ايرادات السنة دي. انا متوقع ان احسن فيلم في الثلاثة هيكون فاصل من اللحظات اللذيذة، على الرغم ان هو ما اعتقدش ان هو هيكون يعني كافضل كقصة، بس يعني هيكون افضلهم، افضل من واحد في الثلاثة ده توقعي يعني، الا اذا تحصل حاجة يعني ما بقاش متوقع ان هو يعني. معرفش ايه، فكرني شوية بالستايل بتاع فيلم ذا ميكانيك بتاع جيسون ستيثم شوية، بالذات الحتة اللي في الاول دي على ميشن امبوسيبل جوست بروتوكول بتاع الفيلم اللي هو ميشن امبوسيبل بتاع الامارات بتاع دبي، فكرني بيه شويه. طريقه النزله بتاعه السطح، حتى البوستر بتاع الفيلم على فكره، البوستر اللي هو التيزر بوستر الاولاني كان نفس البوستر بالظبط، اللي هو كان فيه شيء ونازل بيتدحرج كده من السطح، وهو نفس البوستر بتاع ذا ميكانيك على فكره يعني. ف ما اعرفش، انا نسبه ترقبي للفيلم ده 5 من 10 مش اكتر من كده، بس يعني ممكن غالبا موست بروبلي ممكن اشوفه، ما اعتقدش يعني، ممكن اشوفه بس عشان اعمله ريفيو مش اكتر يعني، مش حبا في الفيلم مثلا، بس يعني most probably غالبا هشوفه يعني، غالبا ده ممكن اشوفه. ده الفيلم ده والفيلم بتاع هشام ماجد يعني بتاع علي ربيع، معرفش بصراحة، هستنى اشوف الريفيوز بتاعت الناس واسمع كلام الناس لو فيلم حلو ولا فيلم وحش يعني. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن فيلم شاية، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية اللي اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.